أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل بعزم أبنائها المخلصين ونسيجها المجتمعي المتنوع والمتماسك الذي يمثل لنا قوة مسيرة التطوير والبناء على ما حققه الآباء والأجداد لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للوطن والأجيال القادمة، مستذكرا سموه بكل فخر قصص النجاح العديدة التي خطت بعزم الكوادر الوطنية من فريق البحرين بكافة مكوناته، مشيرا إلى أن الثقة بهم كبيرة في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشرفة التي تدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين إلى مجلس عائلة الفضالة ومجلس عائلة الرميحي ومجلس عائلة البعينين ومجلس عائلة الكعبي، حيث نوه سموه بما لشهر رمضان الكريم من فضائل تتجلى فيها القيم الإسلامية الحنيفة وما يسهم به من ترسيخ لقيم التسامح والاحترام والترابط الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع البحريني الواحد، مشيرا إلى أن الإسلام يحدد النهج القويم لكافة مسارات الحياة. ولفت سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير أداء الكوادر الوطنية الشابة وصقل قدراتهم في مختلف القطاعات من خلال الاستثمار في طاقاتهم ومواهبهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، معربا سموه عن عظيم الفخر والاعتزاز بإنجازات ومساهمات كافة أبناء الوطن في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة والتي كان أساسها حب التحدي وعشق الإنجاز. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرصه الدائم للتواصل مع المواطنين وزيارة المجالس الرمضانية، مشيدين بحرص سموه على استمرار خلق الفرص أمام الكوادر الوطنية واهتمامه الدائم بتطوير مسارات التنمية بما ينعكس أثرها إيجابا على نماء الوطن ويعود بالخير على أبنائه.
الله.